عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الجماعي وسكان جماعة بين الودان أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بالمهرجان الربيعي لبين الودان في نسخته 12 والذي نظمناه تحت شعار تتمين التراث المحلي ورهان التنمية المستدامة. ولا يخفى عنكم فجماعة بين الودان عرفت نموا ملحوظا في المجال السياحي على الخصوص بحيث أصبحت وجهة رئيسية للسياح المغاربة والأجانب، مما جعلنا نحاول تطوير فعالية هذا المهرجان سنة بعد أخرى وتوسيع إشعاعه لأجل التعريف بالمؤهلات السياحية للمنطقة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، كما أن هذا المهرجان سيساهم في إحياء التراث الفني للمنطقة وكذلك الصناعة التقليدية. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عامر صاحب جلالة على إقليم آزلال وللسلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأفراد جمعية الثقافة والرياضة الذين يبذلون كل جهودهم في دعمنا لتنظيم هذا المهرجان. كما أتوجه بالشكر الجزيل لفرق الخيالة الذين تحملوا متاعب التنقل لأجل تنشيط هذا المهرجان. وفي الأخير ألتمس منكم أن ترفعوا آية الولاء والإخلاص والامتنان للسدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز ملكه، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وبشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أسرته العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.